طبعا هي فطرة اللي أخذتها برضو من الوالدة ربي يحفظها، لأنه أمي طبعا رسامة، بس أمي ما لقاش من ينميها. أمي لما شافتني بدأت أرسم وحاولت إني تطورني أكثر، إن هي دائما تخليني أرسم، دائما كانت تجيب لي مجلات وحق العربي الصغير، ودائما تشتري لي ألوان كانت. ولما بدأت أكبر المراحل الدراسية شاركت في بمسابقات في المدرسة. فيوم في الإعدادية وفزت في المدرسة، في استوت مسابقات كثير بين المدارس والثانويات كده، ففزت أنا في المركز الأول، رسمت الأمومة والطفل. وبعدها لقنا جات وشافتنا وقال لي لازم تتطور دراستك أكثر وتدخل معهد الفنون. طبعا هي عدة مدارس أحبها، بس أكثر مدرسة هي مدرسة الرومانسية، هي مصدر القوة لتعطي الشعور والقوة والخيال، ودائما وعندي كثير من العواطف الإنسانية دائما تركز عليها، مثل الخوف والألم والرعب، ودائما هي تعطي حاجات يعني بشأن الفنون، مثل برضو الموسيقى الارتجالية. الفن الرومانسي دائما بيعطينا يعني أشياء ذاتية كثيرة يعني. هو شوف أربع أساليب منهم، بس أنا أحب دائما التعبيري والتقريري. التعبيري دائما هو يحاكي اللوحة من غير وظيفة، من غير محاكاة، سواء كان شعوري أو لا شعوري. دائما يحاكي برضو عن مشكلة ما تكون لها يعني هدف بسيط، بس بطريقة غير مباشرة. لذلك أنا أستخدم الأسلوب التقريري، دائما أستخدم الأسلوب التقريري، يركز لي على تدرج الألوان والعمق والأبعاد بطريقة مباشرة، ويساعدنا برضو على الأشياء المشاكل اللي تحصل، مثلا سواء كانت مشاكل ذاتية، مشاكل دولة أو قضايات، مشاكل برضو للدول احتياجات الخاصة بشكل عام يعني. فعشان كده أنا أقرب كثير للمدارس التعبيرية والتقريرية. طبعا اكثر الوان احبهم هم الالوان الحياديه، الابيض والاسود. الابيض والاسود طبعا دائما احبهم بالتعبير انهم يكونوا قريبين للعين ومش قويين للعين، فدائما يعطونا امل ويعطونا اشياء جميله يعني داخله. واكثر طبعا لون هو قريب مني هو اللون الاسود. دائما كل ما ارسم احس بمتعه واحس بنكهه الفن ونكهه لانه دائما صح انه هو لون قريب الكآبه ولا، بس انا احبه كثير انه دائما يعطينا اشراق لنفسي. طبعا ما فيش اي اهتمام للفن التشكيلي او الفنون الاخرى. الدوله مش مركزه جدا على الفنانين بشكل ده، وزارة الثقافة مركزة على أشياء بسيطة جدا تخصها هي. أتمنى إن من الدولة إنها، وأنا طبعا أتمنى كمان شخصيا إن أنا كمان أكمل دراساتي خارج الدولة دي وأساعد نفسي وأساعد مجتمعي في هذا الشيء. وأتمنى من الدولة إن كمان تزدهر في هذا المجال وتنشطهم من جديد. مع الفنون الجميلة تعلمت منه عدة نكهات في الرسم. نكهة الصباح دائما أحبها في القلم الرصاص، ونكهة الظهر دائما أحبها في الألوان. فيعطيك عدة نفسيات وعدة مزاجات يعني. أنا بصراحة حبيت مع الفنون أيضا برضو إنه يعطي للفنان حجم كبير وتوسع أكبر يعني ونشاط أكبر.
من ناحية تخصصاته في تخصصات ثلاث تخصصين، تخصص المسرح، فن المسرح، فن الموسيقى. طبعا انا قمت برسم على السيارات، طبعا هو من ضمن الفنون التشكيلة ايضا، اي رسام فنان تشكيلي بيقدر يعمل اي شيء، سواء كان سيارات او اشياء اخرى جرافيتي. فرسم السيارات عملته، شفت انه شيء ده جديد، وشفت انه العالم كله يستخدم هذا الشيء الا شويه مفقر عندنا داخل اليمن. فحاولت اني ارسم اول رسمه وافكر فيها واستخدم الوان بحكم انه تزول بطريقه سهله، مثل الوان طباشيريه. حاولت طبعا استخدمت الوان اول شيء، ما شويه ما نفعتش، استخدمت الوان طباشيريه وبدات ارسم على اليد، وازالتها كان سهل يعني حتى على اليد. دائما الجرافيتي تجي ابعاده ومقاساته تكون مختلفه عن الفن التشكيلي، تكون تفاصيله مختلفه، وتكون طريقه الرسم والالوان برضه مختلفه، لان الجرافيتي اكثر فن يحبه الناس بشكل عام. مش كل الناس تفهم الفن التشكيلي ومدارسه، فدائما رسومات الجرافيتي تجي مباشره، فيها قوه الوان وفيها قوه تفاصيل وفيها صور مباشره وتحل قضايا، عكس الفن التشكيلي مش البعض يفهمه والبعض ما يفهموش. طبعا اكتشفت فن الخدع السينمائية بأشياء صنعتها لنفسي. شفت إن ما شاء الله عندنا مخرجين كثيرين، ومخرج عندنا برضه أيضا مخرج نشيط مثل عمرو جمال، شفتهم انهم عندهم افكار وعندهم ابداعات. ففكرت انا، قلت ليش ما اعملش مثل اللي يعملوا بالافلام الباقي، اعمل هذا الشيء. الاشياء اللي كانت موجوده معي اشياء انا اخترعتها بسيطه، محتاج انه مثلا انه الدوله او ان الشركات يعني تنتج داخل عدن، لانه عدن فيها كثير مبدعين، واظن هذا الشيء بينجح داخل. طبعا حاليا الواقع ابدا ما ساعدناش على الاثر الفني، انا ساعدت نفسي بنفسي، وحاليا الجهات كلها مختصه بالحروبات وكذا. انا من ناحيتي الوضع اللي انا فيه الان كثير اثر علي، بان انا اكتشف اشياء جديده، و كثير اعمال تاثرت علي وما قدرتش اعملها بسبب انه الوضع اللي احنا فيه بكل ماله يزداد سوء، ودائما كل ما بعمل اشياء اعيق فيها. بس حاولت اكتشف اشياء جديده وما زلت مستمر. يعني انا شوف دائما ما امسكش الظروف اللي انا فيها، دائما احاول ان انا اضغط على نفسي واتحدى الظروف اللي انا فيها. طبعا اعمالي التشكيليه دائما شوف، انا من النوع اللي طبعا انا ما اعملش معرض الا انه هو متاكد منه. عملت معرضين شخصيين، معرض بالاصح شخصي ومعرض مشترك. دائما انا ما احبش ارسم شيء ورا شيء، احب ارسم بشيء فتره طويله ارسم هذا. اعرض اعمالي دائما في معارض ثقافية، مثل أول معرض شخصي قمت في البيت العدني الثقافي، كان مركز ثقافي جدا يحل ثقافة عدن وكذا. فأنا حاولت كل الثقافة اللي موجودة عندنا واللي حابين يظهروها عبر اللوحات التشكيلية. دائما أعرض أنا لوحاتي بالجرافيتي والحاجات دي في الفيسبوك، في المواقع برضو أيضا، وصفحتي الشخصية، واعرضها برضه ايضا لمتابعين كثير يمنيين وخارجيين. هنا ايضا برضه الفنانين يشجعونا، واكثر لاقت كثير من الاصدقاء والاهل
والغير أصدقاء المعارف أيضا متابعينا بشكل كبير ومشجعينا بشكل كبير ودائما يحفزونا على أننا أكون اكتشافية حاجات جديدة وأبرز حاجات جديدة أيضا داخليا وخارجيا. طبعا عندنا هنا الدراسات ضعيفة جدا. أنا طبعا أكثر شيء تعلمت فيه تعلمت من نفسي، يعني أكثر ما هو كان إرشاد بس ما عدا الفنون. أتعلمت إنه صح إنه أشياء كثيرة، بس أكثر شيء طورته أنا من نفسي. ولا تنسيش إنه برضو إنه الدراسة هنا ضعيفة جدا. أتمنى إن أكمل دراستي برضو خارج البلاد. أتمنى جدا إن أنا أطور من نفسي أكثر وأبرزها بشكل أكبر.